مرحبا. فيلم أمريكي صادر عام 2015. معكم أبي يوسف من قناة ملخص أفلام. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. تبدأ قصة الفيلم. هذا الطبيب نفسي اسمه بيتر، يعاني من اضطرابات وكوابيس ورؤى مخيفة من يوم ما توفت بنته إيفيلي. توفت في حادث قبل عام، وهو بلوم نفسه بعد أن صرف انتباهه لفترة وجيزة عن شيء داخل نافذة المتجر، وما انتبه على انحراف دراجة بنته عن الطريق. وزوجته كارل تعاني من اكتئاب شديد. هنا دونكان سأله شو الشيء اللي لفت انتباهك يوم حادثة إيفيلي؟ حكاله مش متذكر. هاي إريكا مريضة عند بيتر وبتشكي من تجاهل الجميع لها، حتى بنتها باتي، ومن كثرة الإهمال فكرت حالها غير مرئية، وآخر مريضة كانت طفلة. واستغرب بيتر إنها لحالها بدون معاون بالغ، ودخلها العيادة والطفلة معها دمية. وسألها بيتر أعطوك رسالة أقرأها عشان أعرف شو مالك؟ الطفلة طلعت بطاقة وعطتها إياه، وكانت البطاقة قطار السنوية للطلبة، وعرف اسمها أليزابيث، وحس إنها ما بدها تحكي وعطاها ورقة وكلام عشان تكتب الأمر اللي جاي عشانه. بس صوت القطار أخاف الطفلة وطلعت من العيادة بتركض، وبيتر حاول يوقفها بس ما قدر يلحقها. وقبل خروجها كتبت له رقم معين، وباليوم التالي وصل عيادته وشاف لعبة إليزابيث على الأرض. وكانت إليزابيث داخل العيادة وكانت تتنفس بصعوبة من الخوف اللي باين على وجهها. وبيتر حاول يفهم شو مالها وشغل مسجل الصوت، وكانت تأشر بإصبعها على شي بالخارج، وفجأة ضربت القزاز ورجعت لورا، وكأنه في شي داخل زورها، ووجهها قلب أزرق كأنه بتختنق، وفقدت الوعي وحملها وحطها على الكنباي وراح يجيب لها دواء من المكتب. بس إليزابيث اختفت ودور عليها بالخارج ما إلها أي أثر، وشرح لصديقه دونكان كل اللي صار معه، ولولا اللعبة كان ما صدقه، وحكى له احتمال كبير تكون بنتك إيفيلي، واللعبة هاي احتمال تكون من ألعابها اللي طلعتهم آخر أيامها. ورجع لعيادته وحاول يفهم شيء من الرقم اللي سبت له يا إليزابيث، وفجأة رن جرس الزبون وما في حدا بالخارج، وكانت إليزابيث داخل عيادته ووجهها مخيف جدا، وبعدها تحولت إلى بنته إيفيلي. هنا بيتر ما قدر يمسك أعصابه وراح بده يحضن بنته، بس للأسف اختفت. وهو مروح راحت عليه نومة بالقطار وفاتت المحطة المطلوبة، وكانت مريضته أريكا أمامه مباشرة وحكت له تتذكر لما كنت عندك بالعيادة وبتعرف ليش لهسه ما انتحرت؟ حكالها ليش؟ حكت له من انتحرت فعلا، وانطفى الضوء وأريكا اتحولت إلى شبح واختفت. ولما نزل من القطار فعلا شافها وكأنها منتحرة، وبالعيادة بحث عن أريكا بالإنترنت وكانت متوفية من زمان، وأصابه الشك وبحث عن كل مراجعينه وفعلا كانوا كلهم أموات. والغريب بالموضوع كلهم ماتوا بنفس اليوم، والرقم هذا كان تاريخ موتهم اللي هو 12/7/87، وشافهم كلهم بنفس القطار. وكالعادة راح لعند صديقه وحكاله كل القصة، انه مرضى كلهم اموات، وحكاله الغريب بالموضوع انه كلهم اجوني من طرفك. حكاله افرض اني بعت لك اياهم كلهم معناتها انا مثلهم. وفجأة اختفى وطلع فعلا من الاموات، ومن وقتها بدون ما يحضر شنتي ولا أغراضه طلع بالقطار وتوجه إلى بلدته القديمة ومكان منشأه ومنزل والده. والمقصود من كل هالجية صديقه القديم ستيف، وحكاله تذكر شو عملنا بسنة 1987؟ ستيف انزعج وحكاله يا زلمة انت جاي من آخر الدنيا وبعد كل هالسنين جاي تفتح المواضيع اللي سكرناها زمان، ووقتها كنا صغار وعدنا بعض ان نسكر على الموضوع وما حدا يدري فيه. بس بيتر حكاله في ناس كثير ماتت بسببنا. عصب ستيف وسابه ومشي. ويوم المشؤوم هذا كان بيتر وصديقه ستيف راكبين دراجات وراحين يبصبصوا على الحبيبة اللي بوقفوا بعيد عن الأنظار الناس، وسابوا دراجاتهم على سكة القطار. وفجأة سمعوا صوت القطار وتذكروا دراجاتهم لازم يشيلوهم عن السكة قبل حدوث الكارثة، وبسرعة رجعوا للسكة. وكان القطار سريع وفي الأشخاص، بس للأسف حدثت الكارثة ومات 47 شخص. وهنا بيتر كان أمام خيارين، يا يروح يسلم حاله للشرطة ويحكي لهم اللي صار معه وينحبس، أو يسد ثمه ويدفن ضميره. وكأنه اختار يدفن ضميره ويعيش مع الأشباح والكوابيس. بس باليوم التالي غير رأيه وراح بلغ عن نفسه
وما حب يجيب سيرة صديقه ستيف، والشرطية أخذت أخواله وكانت حزينة جدا، وهي بتكون بنت أريكا وأمها توفت بتلك الحادثة، وحكت له أنت كنت مراهق بالفترة تلك وراح يعتبرها إهمال مش أكثر. وبيتر عمل هيك فكره يخلص من الأشباح اللي بتطارده، بس كان غلطان وسمع صوت جاي من غرفته وراح ولقى باب الخزانة بيفتح وبسكر. مش يحكي هذا الشيء من ورا الهواء اللي بيفتح وبسكر الباب ويسكره وينسلخ، لا لازم يدخل ويتأكد بنفسه. وتسكر عليه الباب تتذكروا صوت الشبح المرأة الكورية اللي زي هيك نفس الصوت الله وكيلكم، وطلعت بوجهه وهجمت عليه. وهنا كان فاقد الوعي وصحى دونكان وحكى له احنا اشباحك وانت بتتمسك فينا. حكى له طيب ليش من حكيت الحقيقة؟ واعترفت على حالي. حكى له في درجتين سبب انقلاب قطار، يعني من كل عقلك تصدق انه درجتين بتقلب قطار؟ اسمع علي، في شغلات ما بنقدر نتقبلها ومنحاول ننساها، واذا ما قدرنا ننساها منغيرها. فعلا دونكان معه حق، في شي صار غير اللي اعترف فيه بيتر. وبيتر لقى صديقه ستيف منتحر بغرفة الاشارة تاعت القطار. وبالمنزل اكتشف بيتر من الجريدة القديمة انه الطفلة اليزابيث كان مبلغين عنها انها مفقودة، ولقوا جثتها من ضمن الجثث الضحايا القطار. والدمية إليزابيث كانت داخل سيارة بيتر كأنها بتحكي له دور على الحقيقة. وصل مكان قريب من سكة القطار ومكان الحادثة وحط الدمية وحكى يلا يا إليزابيث أريني ما حدث. وإليزابيث كانت قدامه وبتشاور بيدها يلا الحقني. والشرطية انتبهت على دبوس عثر عليه مكان انتحار ستيف، والدبوس هذا يعود إلى الطفلة إليزابيث. بس شو جاب الدبوس إلى غرفة الإشارة تاعت القطار؟ وبيتر ظل يلحق إليزابيث عبين ما وصلت الغرفة واختفت. والشرطية راحت لمنزل أبو بيتر وكأنه إله يد بالحادثة وبلشت تحقق معه، وحكت له أقوالك بالقضية تقول تلقيت بلاغ بالحادثة القطار وتوجهت مسرعا عليه، بس من أي طريق رحت؟ حكالها ما في غير طريق واحد وهي أورغست. حكت له طريق هاي كانت مسكرة بسبب حطام القطار، طيب كيف قدرت تتجاوز الحطام إلا إذا كنت هناك قبل حدوث الكارثة؟ وإليزابيث ضحية اغتصاب من قبل والد بيتر، ووقت مرور القطار وهي تحاول تدافع عن نفسها من الكلب البشري مسكت ذراع تحويل السكك مما أدى إلى تغيير اتجاه القطار ووقعت الحادثة. وبيتر كان شاهد على كل اللي صار، وبعد ما خلص قتلها وحملها ودخلها حجرة القطار. وأبو بيتر حكى أنا ما عملت شيء وألتزم بأقوالي. وبيتر الشاهد الوحيد زي ما بتحكي روح اسأليه، وقام عشان يسوي الشاي وسألها أسوي لك معي؟ بس كانت نيته الغدر وبسرعة ضربها وحطها بصندوق السيارة ويفقد الوعي. وباللحظة هاي وصل بيتر للمنزل وحكى أنا تذكرت كل إشي وشفتك أنت بتغتصب وبتقتل وبترمي بجثتها بين حطام القطار، وطال تلفونه ورن على الشرطية. وتفاجأ بتلفون الشرطية مع والده، وأبوه سحب عليه مسدس ودخلوا كراج السيارة. وبيتر سأل أبوه كيف قدرت تخليني أنسى كل اللي صار وكل هالسنين بفكر أني أنا سبب موت الناس؟ حكاله لأنك كنت جاهل وعبيط وبمنتهى البراءة والسذاجة. والشرطية لسه عايشة، وباللحظة هاي بيتر هجم على أبوه ووقعه على الأرض، بس أبوه مسك مفتاح إنجليزي وسلخه براسه وخلاه يفقد الوعي. وأخذهم بالسيارة وطلعوا بالطريق، وشاف إليزابيث بنص الطريق وفورا فقد السيطرة على السيارة وضرب بالعمود، وبيتر وقع من السيارة والسيارة وقفت على سكة القطار بالضبط، وحاول يشغلها بس بلا فائدة، وتسكرت جميع أبواب السيارة وإليزابيث موجودة معه بالسيارة والقطار بالطريق عليه. وفورا طلب من ابنه المساعدة، وبيتر مسك المسدس وركض باتجاهه. والشرطية انفتح باب الصندوق وطلعت منه، وبيتر أطلق النار على قزاز السيارة عشان أبوه يقدر يهرب منها، بس إليزابيث مسكته ومنعته الخروج من السيارة. وقبل وصول القطار بلحظات بيتر أنقذ الشرطية وشاف كل أشباح الضحايا القطار اختفت، وآخر شيء إليزابيث كأنها روحها ارتاحت بعد موت قاتلها. وهنا تنتهي قصة الفيلم. إذا أعجبك الفيلم اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة، قناة ملخص أفلام.